ديال جيت بني ملال خلالطه جامعه ولاد ناصر طيب بن صالح عادي البلاد الثمن عطاونا فيه الصباح 680 الف وما بعناش قبلنا بعنا على الكيلو بعنا ب 60 درهم غادي تذبح في السطار غدا في البطوار تاع السطار الثمن العلف غالي كسابي غالي السلعه ديال الكسابي غاليه العلف غالي ما سالكينش حنايا كتعاود السلعه كتخدم عليها كتعاودها فاش كتوجدها تتسيب السوق عيان ما كاينش الرباح ما كاينش عند الكساب هذا العام والو السلعه هذا راه ضارب عندنا حنا دابا عام وشهرين مشري من سيدي بن نور من ثلاثة ديال سيدي بن نور مشري من يولو 62 الف يقدر ياكل 30 درهم في النهار مجريه خسر ما فيها السوق السلوك ما كاينش السوق غالي ديال العلف راه يلاه العلف غلا ماشي غالي من عام بحال بحال مجريه 30 درهم ياكلها في النهار شحال تقريبا الوزن ديالو الوزن ديالو حنا حطينا ليه 560 كيلو شوف الميزان اش غايدير معاه اللي حطينا ليه حنايا عاد قديري غدا عاد غتجي الخبار ديالو غيتذبح هو خالصو مع مولاه العياد تيزعم ولكن دابا بالنسبه لهذا العام هذا الوقت عيانه شويه العياد بزاف عليه البقر غالي اللحم عليه العياد دابا راه يتقام عليه اللحم ب 70 درهم ولا 65 درهم دابا راه كاينه سلعه صغار من هذه في الحجم راه تطعم ب 70 درهم 65 فهمت دابا الغلط كتقام ب 12 و60 الثمن ديال التنيه هي باقي دابا ما باديش السوق ديالها باقي يلاه بدا بنادم لقطات باقي باقي على لقطات باقي ما كاينش الشاري ديال التنيه دابا لا الثمن ديالها كيلعب بين وبين الثمن ديالها بحال ما كاين لا فرق دابا لا هو سنا الحليب بحال التنيه صافي دابا حاليا دابا من بعد فاش يقرب العيد تبقى لي سيمانه ولا سميتو ما تعرف الوقت شنو غد ايان السوق اليوم ايان ديكس العياد والقزار تاع القزار تا هو ما كاينش القزار بغى يسد ويمشي للبحر بغى يجفف الحانوت ويسد صافر قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.